السلام عليكم شباب شابات، يعطيكم العافية. نبدأ بسم الله اليوم في أونلاين كورسنا كيمستري 247 فيزيكال 1، والمحاضرة الأولى حنبدأها اليوم إن شاء الله الآن. وبعثت لكم أنا الخطة الدراسية، وأرسلت لكم أيضا منهجنا اللي حنقسمه على أجزاء، البارت 1 مجموعة صفحات، وبالتالي برد أبعث البارت 2 وهكذا بين ما ينتهي السلايدات الإلكترونية اللي ببعث لكم إياهم. الموضوع فيزيكال 1 ليست صعبة، بده بس متابعة، بده دراسة أول بأول، والأمور إن شاء الله بتكون كويسة. ومع إنه حنشوف بعضنا زي ما حكيت لكم، بحدد لكم أنا زوم جلستين بكون الهدف منهم في وقت المحاضرة طبعاً. الهدف منهم هي أسئلة حول المحاضرات اللي انشرحت، وأي ملاحظات بنحكيها، وأي ملاحظات على المادة بتكون في هذا اللقاء. اللقاء مهم جدا بيكون دائما، مش ضروري يكون نص ساعة ولا 20 دقيقة ولا 10 دقائق، بنشوف كيف حسب جلستنا، لكن الحضور مهم وحيكون له اعتبارات عندي بالنسبة للطلاب اللي بيحضروا. الآن لو أردنا نقول بسم الله حقيقة في موضوعنا اليوم، بنحكي إنه الكورس تاعنا، هاي الصفحة الأولى تركتها فاضي، ممكن أحط عليها شوية ملاحظات. لو نبدأ بالجزء الأول من المادة اللي هو Chapter 1، وأنا بدي أنتقل مباشرة إلى عنوان رقم 3 1.3 مقدمة 1.3. بجوز بعض الشغلات هاي أخذناها ب 100 واثنين، بذكركم الآن بنعرف السيستم ستيتس اند اكليبريم، والسيستم هو جزء من اليونيفيرس اللي انت بتركز دراستك عليه. فالسيستم ممكن نقسمه زي ما احنا شايفين، اوبن سيستم، سيستم مفتوح. هذا السيستم عملية الباوندري بيرمبل تو ماتر اند هيت، يعني انا ممكن الحرارة تدخل وتطلع على السيستم، والمادة أيضا في مواد ممكن تطلع من السيستم للسيراغنج، أو السيراغنج يعطي مواد للسيستم. فهو إناء مفتوح، زي ما بتحط أنت محاليلك في كأس مفتوح وبتخلط المحاليل وبتبدأ تدرس متغيرات الرياكشن تاعك بالحالة هاي. هذا عبارة عن open system. لما نتكلم على close system، زي ما بتحط الغازات في إناء مغلق مثلا زجاجي وبتبدأ تلاحظ تأخذ داتا على الرياكشن تاعك، بنقول انه بالحاله هاي الباوندري حدود السيستم بيرمبل تو هيت بط امبيرمبل تو ماتر. اذا الماتر امبيرمبل، مش مسموح ان تنتقل المواد من والى النظام، من البيئه للنظام والعكس. لكن بالنسبه للهيت كود بي ترانسفيرد فروم ذا سراوندينج انتو سيستم، او العكس بالحاله هاي. السيستم رقم ثلاثه كنا بنسميه ايزوليتد كلوز سيستم، في نفس اللحظه عاملين له عزل، حاطين له صوب زجاجي من الجهة الخارجية، وعاملين منع للمواد أن تدخل وتطلع، ومنع للطاقة أيضا. لذلك الباوندري امبيرمبل تو ماتر اند هيت. إذا أنتم كطلاب كيمياء، هذا أساسيات السيستمز اللي عندكم، ثلاث أنواع من السيستم زي ما شفنا الآن. مصطلح حبيت أحكي أذكركم فيه، انتنسيف اند اكستنسيف بروبريتيز. بتتذكروا الانتنسيف بروبرتي، مر معاكم انه مثلا الضغط، تمبريتشر، ريفراكتيف اندكس، مثلا على سبيل المثال هاي الانتنسيف بروبرتيز هي خواص لا تعتمد على كميه الماده، يعني كميه الماده لا تؤثر على متابعه قياس هاي الخواص. ليش؟ لانه بتكلم على درجه الحراره، انا ممكن اقيس درجه حراره الميه سواء كان كميتها قليله او كميتها قليله عالية، وبالتالي الدرجة لا تتغير و does not depend upon the amount بالحالة هاي. إذا كان الماء أمامي في الغرفة مثلا، كذلك الضغط البخاري للمادة لا يعتمد إطلاقا على كمية المادة، ومثلا معامل الانكسار، معامل الامتصاص، أشياء كثير جدا لا تعتمد على كمية المادة. لكن في عندي بدل intensive في عندي extensive property، خواص خارجية مثلا. هاي الخواص إذا بدي أقيسها does depends upon the amount، وبالتالي نجد انه الفوليوم والماس والحجم والكتله على سبيل المثال خواص واضحه جدا اذا بدي اقيسها تعتمد على الاماونت اوف ماتيريال. لنيجي على عنوان 5، لاحظ قفزت من 3 انا انتقلت ل 5، هي لخصت لكم المطلوب معانا. عنوان 5 لانه البريشر الغاز مهم جدا في هذا الشابتر.
فبيحكي لي البريشر اند بويز لو وقوانين بويل، الضغط مهم نعرفه، نوقف عنده شويه حقيقه. الضغط بتتكلم على الضغط، ما هو الضغط؟ عباره عن قوه على وحده مساحه. لما تضغط انت القوه بالفورس بنيوتن زي ما احنا عارفين، اليونت اريا متر في متر متر تربيع، بيطلع عندي الضغط في ايش يا شباب يا شابات؟ بيطلع الضغط في الباسكال. اليونت الوحدات هاي طبعا مع الوقت احنا حنحفظها، لكن الان اذا في ثوابت تعطى لك في الغالب، ال 1 بار وهو وحده صناعيه التعبير عن ضغط الغاز شو يساوي؟ يساوي 100 كيلو باسكال، وال 1 بار يعادل مش اتموسفير، اقل شوي من 1 اتموسفير اللي 0.98 6923 اتموسفير. يعني البار اذا تقريبا يعادل واحد ضغط جوي ولكن اقل شوي. واليوم انا لما بتكلم على واحد ضغط جوي تتذكروا 1 اتموسفير كان كم يعادل؟ 760 ملم زئبق. لذلك لما بتكلم على مش ال 1 اتموسفير 760، طب لو كان اقل من واحد شويه بالنسبه للتناسب شيء طبيعي، البار لن يساوي 760 ملم زئبق، سيكون اقل شويه لانه هو ليس واحد اتموسفير. علاقة ثانية مهمة، ال 1 اتموسفير يعادل مع الباسكال 101.325 كيلو باسكال. بالحالة هاي العلاقة بين الاتموسفير وكيلو باسكال. شباب أجهزة قديمة، واليوم الأجهزة ديجيتال كلها لقياس الضغوط، ولكن علينا نعرف أيضا الجهاز الباروميتر، الجهاز القدامي، الجهاز اللي لا زال أحيانا يستخدم في مختبرات البحث، مقيس منه الضغط الجوي طبعا، وهو عبارة عن بول، ميركوري بول، عبارة عن إناء يحتوي على الزئبق، وفي عندي هنا كابلري تيوب، شايفين الأنبوبة الشعرية هاي، مليتها زئبق، عكستها، نزلتها في الإناء اللي عندي شيء طبيعي. عمود الزئبق من هون لهون محمول الآن بفعل الضغط الجوي. إذا الاتش هايت، هذا الهايت اللي عندي يعني ضغط العمود على النقطة هاي اللي هون شايفين، يعادل الضغط الجوي اللي على سطح الزئبق من الناحية الخارجية. لذلك كل ما هنالك، إذا أنا بدي أستخدم هذا الجهاز اللي عندي الباروميتر، ما علي إلا أحطه أمامي في منطقة مكان معين أقيس الارتفاع. هذا الارتفاع حقيقة الاتش بقيسه بالمسطرة بشكل دقيق واضح جدا، هو يعادل يكافئ الضغط الجوي في المكان اللي أنا واقف عنده. الآن الضغط ممكن أستخدم له العلاقة التالية، الاتش ارتفاع الزئبق ضرب رو كثافة السائل وهو الزئبق اليوم، الجيل اكسلريشن جرافيتي عجله الجاذبيه الارضيه. لذلك بيطلع الضغط عندكم اذا استخدمتوا الاتش بالمتر، حولتوا الطول لمتر، طبعا هو حيكون بالسنتي قصير اكيد، الكثافه كيلوغرام لكل متر تكعيب، لاني مستخدم وحدات دوليه انا الاس اي يونت، ومستخدم الجيل اكسلريشن جرافيتي. مباشره لما تفكر بالبرشر بيطلع البرشر بالباسكال مباشره. لذلك إذا أردت إني أحسبه عندك الطول، بتطبق القاعدة هاي، تأخذ قيمة الأكسلريشن جرافيتي عندك، يعني لاحظ معي وحدة الجي، شايفون أنا متلخبط معاكم، مش الرو، هاي وحدة الجي، الأكسلريشن جرافيتي شو وحدتها؟ متر على ثانية تربيع، متر على ثانية تربيع. اضربوه في الكيلوغرام لكل متر تكعيب على متر تكعيب، اضربوه في الام متر، تطلع عندكم وحدة الباسكال بالوحدات الدولية. إذا جهاز جيد ممكن إني أقيس فيه الضغط الجوي حسب ارتفاع الهايت للزئبق اللي عندي. شباب قوانين الغازات اللي بتهمنا مرت معانا في 102، دعونا نتكلم على حتى نصل لمعادلة بتهمنا الآن. قوانين الغازات نتكلم بالأول على قانون بويلز، بويلز لو، قانون بويل، قانون. طبعا إحنا في الأول شو نتخيل؟ تخيل إنه عندي إناء، هذا الإناء على شكل سلندر مغلق طبعا، غطاء السلندر بيتحرك لأعلى ولأسفل، داخل هذا الإناء موجود الغاز. طيب ما هي الخواص المهمة اللي أنا بدي أتابعها لقياس الغاز؟ بنذكركم فيها، أنا عندي درجة حرارة، هذا الغاز له درجة حرارة معينة، له حجم ممكن أقيسه حسب حجم الإناء، له ضغط ممكن أقيس الضغط، في كمية وضعتها داخل السيستم اللي هي الN، عدد المولات. إذا الفور كاركترستيك بروبرتيز للغاز اللي هي بريشر، تمبرشر، فوليوم، والاماونت بلغة المولات، أربع خواص، هذول الأربع خواص بيجمعوا قوانين الغازات كلهم حقيقة. أول قانون إني بتكلم على قانون بويل، قانون بويل بقيس. طبعا لما بتدرس القوانين هي العلاقة بين متغيرين،
في قانون بويل العلاقة حتكون بين المتغير بريشر والفوليوم للغاز الموجود أمامك. بقول إذا pressure of a fixed amount of a gas، ضغط كمية ثابتة من غاز، طبعا شيء ثابت لأنك حطيت كمية وسكت الإناء، varies تتغير هاي الكمية، ال pressure بتغير inversely with the volume if mathematically Boyle's law can be stated as. لذلك بقول لي الضغط يتناسب عكسيا مع الحجم. طبعا شيء طبيعي الضغط والحجم شو ظل عندي ثوابت، ال N ودرجة الحرارة ثوابت، بالتالي بتحول التناسب إلى يساوي، بصير عندك PV يساوي كونستانت، إذا معكوس الضغط يتناسب، معكوس الضغط يتناسب مع الحجم، أو P يتناسب مع معكوس الحجم، لما بحوله إلى قانون بيصبح PV يساوي كونستانت. وهذا الحكي فالد لمين؟ لانثبوت الضغط ودرجة الحرارة، وهاي للغازات المثالية اللي حنشوفها بعد شوية. وشيء طبيعي هون لما تتكلم على واحد على بي يعتبر فاريبل متغير، مثله بلغة البي ماينس 1 يعني معكوس الضغط، لو رسمته كمتغير مع الحجم هي علاقة خط مستقيم، معناته مباشرة شايفين بيطلع عندك خط مستقيم، هاي العلاقة تمثل معكوس الضغط مع الحجم بعطيني ستريت لاين، وهاي العلاقة بشكل مباشر تمثل قانون بويل. طبعا شيء طبيعي لو وضعت بدل بي ناقص 1 بي مع الحجم بشكل مباشر، شيء طبيعي بيطلع عندكم شمال وبيطلع كيرف، بيطلع عندكم كيرف هيك، ليش؟ لانه التناسب عكسي ما بين اثنين. قانون بويل واضح، وهو انه البريشر انفيرسلي بروبورشنال تو ذا فوليوم ات كونستانت تمبريشر اند نمبر اوف مولز. وشفنا العلاقه اللي احنا بنسميها قانون بويل الان. ولما نيجي نتكلم على علاقه ثانيه حقيقه من ضمن العلاقات اللي احنا بتهمنا الان بموضوع العلاقات، طيب قبل ما نتكلم على العلاقة الثانية شباب، بنتكلم على جهاز آخر حقيقة اللي احنا بنسميه مش باروميتر، مانوميتر. شايف الجهاز على شكل أنبوب الزجاج في يوتيوب، شايفين مفتوحة من هاي الجهة، وضعت الزئبق فيها، مستوى الزئبق في الأول بيكون متساوي على الطرفين لأنه مفتوح من هاي الجهة ومفتوح من هاي الجهة. في الأول إذا بجيب الإناء اللي بدي أقيس ضغط الغاز فيه بوصله مع الطرف اليسار. الآن في الصورة الأولى اللي عندكم الفيجر رقم واحد، مستوى الزئبق نزل on the left arm والرايت arm ارتفع مستوى الزئبق إلى النقطة العلوية. لاحظ إنه الغاز اللي عندي حمل هذا العمود، يعني ضغطه استطاع يحمل هذا العمود الزايد اللي متاخد بالمسطرة، مستوى متساوي هون، هذا العمود الهايت الزايد، وكذلك استطاع إنه يحمل أو ضد الضغط الجوي، لأن الضغط الجوي أيضا على مستوى سطح الزئبق هون. إذا ضغط الغاز اللي أنا بدي أقيسه يساوي الضغط الجوي اللي أنا بكون عارفه زائد ضغط العمود اللي عندي. العمود اللي عندي عبارة عن H في رو في G، H في رو في G قلنا قبل شوي كيف ممكن أحسبه. طبعا إذا حسبته بطلع عندي مثلا نفترض في الباسكال، الجزء الأول بدي أحوله لباسكال، أو إذا عندي طلع في الباسكال بحوله بالنسبة للتناسب إلى أتموسفير وبجمع، بطلع ضغط الغاز في الصورة الأولى. في الصورة الثانية لو صدفت إنه مستوى الزئبق من ذا ليفت ارم كان عالي واعلى من الجهه اللي على اليمين، برضه بقيس الاتش تاعتي بشكل دقيق، لكن هنا ضغط الغاز بده يساوي الضغط الجوي مش زائد وانما ناقص، بدي اطرح منه ضغط العمود يعني هو اقل من الضغط الجوي، وبالتالي بطبق العلاقه رقم اثنين. من البدايه احيانا بتكون هاي الفتحه ملحومه، يعني احنا لاحمينها من البدايه زي ما شايفين كلوزد، وبوصل فيها الزئبق على الجهتين بكون مستوى الزئبق متساوي، وبالتالي مباشرة لما بحط الغاز الزئبق سيرتفع هنا إلى الأعلى الجهة اليمنى، ما علي إلا أقيس الـ H يمثل هون ضغط الغاز، وهاي المنطقة فاكيوم يعني ما فيهاش تقريبا إلا بخار الزئبق شوية، ضغطها تقريبا ضعيف، بالتالي أنا ما علي إلا أقيس ضغط الغاز عن طريق قياس الارتفاع وتطبيق العلاقة الموجودة عندي. وبالتالي هذا جهاز المانوميتر كان يستخدم ولا زال يستخدم بالحالة هذه. لو بدي أطبق على جهازنا مسألة جميلة، وإحنا عارفين إنه إحنا بنستخدم الزئبق، الزئبق كثافته عالية ولا يلتصق بالزجاج، له ميزات كثير، بالتالي يستخدم في البنش في المختبرات لأنه بعطين الارتفاعات بتكون صغيرة، وبالتالي بحط الجهاز وبقيس ارتفاعات الزئبق القصير الصغيرة، وبالتالي بكون الجهاز مفيد. لكن لو وضعنا سائل آخر في الجهاز المانوميتر اللي قدامنا مثل المي كثافته منخفضة جدا، بالتالي شيء طبيعي العمود اللي
عمود الزئبق اللي قد يكون مثلا 60 سنتي 20 سنتي، هون الارتفاع يكون كبير جدا لسائل آخر مثل المي. ليش؟ لأنه السائل الآخر كثافته منخفضة جدا with respect للميركوري. فالمسألة حلوة هون، بقول لي compare the length of column of mercury، قارن لي ارتفاع عمود الزئبق of that of column of water لو استخدمت المية. required to indicate a pressure of 1 bar، يعني أنا مستخدم غاز ضغطه 1 بار، ضغطه 1 بار، إذا الضغط في حالة المي والزئبق حيكون متساوي. The density بعطيني كثافة الزئبق عند درجة الصفر شغالين عليها، كثافة الزئبق جرام لكل سنتيمتر مكعب، وبالنسبة لكثافة المي يعطاني إياها أيضا. الآن إحنا بنتكلم على إنه الضغط الغاز اللي بدي أقيسه متساوي، بالتالي H في رو في G تساوي H في رو في G، الضغطين متساويين. لو ما نستخدم مصطلح W water وعندي هنا HG، شيء طبيعي الضغطين متساويين. شيء بالمنطق البسيط انه جي بدها تروح من الطرفين، اكسليشن جرافيتي على الجاذبيه الارضي، جي بتروح مع جي. شو المطلوب؟ مطلوب ارتفاع الووتر، الهايت اوف ذا كولوم اوف ووتر. فانا بجيب اللي هي كثافه المي من اليمين لليسار، فتصبح عندي ارتفاع الووتر المطلوب احسبه يساوي ضغط الزئبق. ضغط الزئبق 750.06 مليمتر زئبق، شيء طبيعي حسبناه لانه اتفقنا انه الواحد بار قبل شويه هو اقل من ضغط من واحد اتموسفير 0.98. فبالنسبه للتناسب بلاقي الارتفاع مش 760، اقل شوي من 760 بالمليمتر زئبق. بضربه في كثافه الزئبق على كثافه المي بالمعادله العلويه، شيء طبيعي بيطلع 10199 مليمتر. لكن لما انا بحوله لمتر بقسم على 100 بيطلع عندكم بحدود 10.19 متر. تخيلوا معي انه جهاز المانوميتر تاعي بكون ارتفاع المي 10 متر، يعني بدي سلم حتى ابدا اطلع اقيس ارتفاع المي قديش كان في الحاله هاي، وهذا شيء غير عملي طبعا وغير مناسب اني استخدم سوائل كثافتها منخفضه. لذلك احنا بنستخدم الزئبق اللي كثافته عاليه، وبالتالي الارتفاع بكون قصير، بقدر اشوفه بعيني واتابعه بسهوله جدا. اذا سؤال تطبيق جميل. نيجي على قانون ثاني بعنوان 1.6 جولي ساكس تشارجز لو، قانون تشارجز. الآن هذا القانون عبارة عن تناسب طردي بين الحجم ودرجة الحرارة. الآن إذا أنا عندي غاز عمالي أنا مثلا بسخنه برفع درجة حرارته حجمه بزيد، بالعكس لما ببرده حجمه بقل. طبعا لا تنسى إنه هذا الغاز المحصور بده يكون valid at constant pressure and amount of moles، يعني الفيكست كوانتيتي اوف ذا غاز ثابت جوا، وانا بدي اثبت الضغط، الضغط بضل عندي ثابت. في حالة تثبيت الضغط وكمية الغاز ثابتة يكون التناسب طردي بين حجم الغاز ودرجة حرارته، اذا انت واحد بزيد الثاني بزيد والعكس صحيح. فهذا القانون نسميه قانون جلسال تشارجز لو، في على تي يساوي عندي ايش؟ كونستان. لذلك لو حطيت ايضا بدل الفي البرشر، فذلك البرشر اي التناسب طردي مع التي، بس بالحالة هاي اذا حطيت البرشر بده يكون عندي ثبوت الـ N والـ V بالحالة هاي. إذا شباب قانون واحد، قانون اثنين، قانون شوف الـ V يتناسب بشكل طردي مع درجة الحرارة. الآن لو مثلت على شكل فيجر دايجرام، شايفين رسمت العلاقة بين درجات الحرارة بالكلفن أم تزداد عندي مثلا بالمقابل حجمه باللتر، شايفين العلاقة الطردية للغازات المختلفة، عندي علاقة للأرجون أكسجين نيتروجين، الجميع بعطيني دايركت ريليشن بتوين تمبريشر اند فوليوم. واختلف السلوب، اختلف لماذا؟ لانه المولر ماس لكل غاز يختلف عن الغاز الثاني، بالتالي ثابت التناسب حيتغير عندي على حسب المولر ماس اللي عندي. وبالتالي لو جينا عملنا اكستربوليشن للثلاث غازات المختلفه مددناها بالاكستربوليشن، طبعا بعد شوي عند درجه حراره باده بتحول الغاز الى ليكويد ثم سوليد، الجميع بتقاطعوا عند نقطة اللي هي صفر كلفن. إذا عند صفر كلفن جميع الغازات المثالية إذا عملت اكستربوليشن قانون تشارلز بيلتقوا عند نقطة واحدة اللي هي صفر كلفن، واللي تعادل كم مئوي؟ ناقص 273 درجة مئوية. من هون إذا العلاقة واضحة جدا. لاحظ إني لو أنا استبدلت هذا المحور، محور إكس، حطيت درجات الحرارة بالمئوي مباشرة بالمئوي، هاي النقطة تصبح ناقص 273 مئوي. لو حطيتها كلفن النقطة التقاطع هاي بتكون صفر كلفن، يعني اليوم أنا تدريجي كان مئوي أساسا، لو وضعته كلفن مضيت بالمطر عمود هيك إلى أعلى، شيء طبيعي الثلاث
مستقيمات بيلتقوا بنقطة التقاطع هون، ونقطة التقاطع تعادل صفر كلوين. إذا شباب أخذنا قانونين واضحين بالنسبة لقوانين الغازات، عرفنا الوحدات الضغط ويونت البريشر. خلينا نتكلم على شغلة مرت معاكم أيضا في 102 اللي هي المعادلة العامة للغازات المثالية، the equation of state for an ideal gas، ومفهوم الجاس كونستانت، مفهوم ثابت العام للغازات، مفهوم المول. احنا عارفين ان المول مصطلح مألوف جدا عندنا، واليوم نحاول نذكركم ايضا بشغلة اخرى متعلقة في المول ايضا. شباب في عندنا قانون رقم 3 بالاضافة للقانون اللي اخذناه، هاي افوجادرو هايبوثيسيس وافوجادرو لو. افوجادرو لو بيجي بيقول لي بالحالة هاي انه انا الفي يتناسب مع الان طرديا. طيب الاربع متغيرات انا اليوم درست علاقه بين الحجم وعدد المولات، فشو الثوابت اللي عندي؟ ظل عندي في الغاز المحصول ثابتين، بريشر اند تمبرشر. يعني اذا انا في الكلوز سيستم تاعي بدي اثبت ضغط الغاز ودرجه حرارته دائما ثوابت ما بدي اغيرهم، لا يمكن انك انت تزيد الحجم الغاز اللي قدامك بتثبيت البي والتي الا انك تزيد كميه المولات، ولا يمكن انك تقلل الحجم الا ان تسحب كميه من المولات الموجوده بتثبيت البريشر والتمبرشر. اذا في يتناسب طردي يساوي ثابت مضروب في الان. هون شباب لما نتكلم على المول، المول لو فرضنا ان واحد مول بالحاله هاي، الان عندي واحد مول بالحاله هاي، الواحد مول من اي غاز، يعني انا اليوم بتكلم على الكربون، كم الوزن الواحد مول الكربون؟ 12 جرام. طب ال 12 جرام لو بدي احولهم لكيلو جرام يصبح 0.012 كيلو جرام. بحكي لي دائما انه اي واحد مول من اي ماده بيقول لي يحتوي على ذا سيم نمبر اوف اليمنتري انتيتيز انتيتيز از بالحاله هاي ريليتد تو ذا امونت اوف سبستنس باي افوجادرو. يعني افوجادرو لو عدد من المكونات داخل الواحد مول هو ثابت، بنسميه ثابت افوجادرو، وبالتالي يساوي 6.022 ضرب 10 أس 23 the number of elementary entities in one mole. يعني أنا اليوم عندي، أنا مثلا نفترض أنا عندي مثلا غاز CO2، غاز CO2 كم الواحد مول منه؟ 44 جرام. لو عندي 44 جرام من غاز CO2 بإيدي أنا عندي واحد مول. لو أردت إني أقوم بعد الجزيئات، لأنه الانتنتيتي المكونات اللي عندي اليوم ليست أيونات وليست هي جزيئات، فعديت الجزيئات لقيتهم في الواحد مول في 44 جرام 6 في 10 أس 23 جزيء. طب لو أخذت غاز ثاني اللي هو عبارة عن غاز الأكسجين، غاز الأكسجين المولر ماس تاعه 32، إذا لو أخذت وزن 32 جرام من الأكسجين بعد أيضا جزيئات الأكسجين بلاقيه نفس العدد 6 في 10 أس 23. لو اخذت الامونيا مثلا ان اتش 3 17 جرام الواحد مول بلاقي نفس العدد. اذا جميع هذه الغازات المختلفه having the same number of molecules the same number of intensity elementary intensities، بمعنى اخر انه عدد المكونات هو واحد لكل المركبات اذا كان المركب اللي قدامي واحد مول. هذا الثابت احنا بنسميه افوجادرو نمبر، افوجادرو نمبر. وبالتالي اذا اليوم انا بتكلم على افوجادرو الواحد مول يحتوي دائما على نفس المكونات اللي عندي، وبغض النظر ما هي المكونات، ذرات، جزيئات، ايونات، الكترونات. لذلك بتكلم واحد مول من اي شيء يحتوي على نفس الرقم اللي هو 6 في 10 اس 23. اليوم افوجادرو لو بيقول لي في يتناسب مع ان، بمعنى اخر ماذا نقصد؟ اذا Suppose I have three gases, different gases, CO2, NH3, oxygen. The three gases, all of them at the same pressure and temperature. وضعت الثلاث غازات عند نفس الضغط ونفس درجة الحرارة، يعني حققت ظروف أفوجادرو لو أو hypothesis، مبدأ أفوجادرو. And the three gases, if the three gases، لاحظ معي، they have the same pressure and temperature. If the three gases having the same number of moles، يعني كان مولاتهم متساوية، they should have the same volume، يجب أن يكون لهم نفس الحجم. أو العكس، the three gases having the same pressure and temperature. If the three gases now occupy the same volume، إذا كان الآن بالصدفة أيضا وضعتهم بنفس الحجم، they should have the same number of moles، يجب أن يحتووا نفس العدد من المولات، لأنه V يتناسب مع الـ N.
وبالتالي إذا if they having the same number of moles they having the same number of molecules. إذا لأنه لما بدي أضرب عدد أفوكادو في عدد المولات، نفرض عدد المولات 10 مول، بيطلعوا نفس العدد من الجزيئات. إذا غازات مختلفة عند نفس الضغط ودرجة الحرارة، إذا تساوت حجمهم أيضا تتساوى عدد مولاتهم ويساوى عدد مكوناتهم بالحالة هاي حسب مبدأ أفوكادو. ففي نعم في يتناسب مع إن لا يمكن إني أغير الحجم إلا أغير عدد مولات الغاز إذا وضعت الشرط أن يكون الغازات المختلفة لها نفس الضغط ونفس درجة الحرارة. الآن باي ديفينيشن لو إجيت أنا رجعت عملت عملية مراجعة بسيطة للقوانين اللي أخذتها، بتقول لي في يتناسب مع الإن، في الحالة هاي هي إيش؟ هو عبارة عن قانون أفوغادرو مبني على أفوغادرو هايبوثيسيس. في انفيرس بروبورشن تو بريشر أبو بويز لو، في يتناسب مع دايركتلي مع التي هو عبارة عن تشارجز لو. الآن لما بجمع الثلاث قوانين بتقول لي في دايركتلي بروبورشن تو ذا ان تي وانفيرسلي مع البريشر، هذه الثلاث قوانين. الآن لو حولت البروبورشناليتي لإيكواليتي بدي يساوي ثابت بالحالة هاي، تصبح العلاقة PV يساوي كونستانت ان تي. الان بي في تساوي ان ار تي الثابت تناسب تاعنا الار، والار بنسميه ذا يونيفرسال جاس كونستانت الثابت العام للغازات. وينطبق هاي المعادله العامه للغازات المثاليه انه ضغط الغاز بحجمه دائما يساوي عدد مولاته في ثابتنا في التي، الطرفين متساويين للغازات المثاليه. وبالتالي تنطبق على أي غاز مثالي أنه ضغطه في حجمه دائما يساوي عدد مولاته في الثابت غاز كونستانت انفيرسال غاز كونستانت ار تي. الآن ما هو الكونستانت؟ شباب قوانين الغازات الثالثة اكسبيريمنتال ريزلتس، هي نتائج عملية اشتغلها العلماء، وبالتالي حصلنا على القوانين باي اكسبيريمنتال باي اوبزرفيشن ريل اوبزرفيشن. الآن لو أنا عندي، لو أردت أن أحط الآر لوحده، شايفين وضع بي في على ان تي، وضعت الغاز لوحده بالحالة هاي الار لوحده، شايفين بدي بتقول لي دائما الار يحسب عن طريق ضغط الغاز ضرب حجمه على ان في تي. طيب يا عزيزي، الان انا عندي غاز قدامي بدي اقرا ضغطه قديش، بدي اقرا حجمه قديش، لاني انا عندي اجهزة عم بتقيس حقيقة الضغط والحجم، والكمية اللي انا حاططها عارفة كم مول عندي، ودرجة الحرارة انا طبعا قستها بشكل اكسبيريمنتري. بدي اطبق العلاقات، عندي ارقام بدي اضرب واقسم. وانتم عارفين انه الان بتكلم على الضغط قوه على وحده مساحه، الان مول كلفن، الفوليوم موجود عندي. طبعا بالحاله هاي لما بدي اخذ الوحدات يصبح عندكم متر تكعيب، في عندي متر تربيع، يصبح عندي الفورس موجوده، ضرب لينكث ضل عندي ام فوق على كلفن ماينس 1 مول ماينس 1. بالتالي انرجي شو؟ فورس قوه في مسافه. شباب القوه في المسافه هي الطاقه الشغل او الجول يعني. فالانرجي عندي اللي حتكون في الجول الوحده الاولى فورس ضرب لينث كلفن ماينس 1 مول ماينس 1، بيطلع عندي الار له قيمه بالوحدات الدوليه. طبعا لما باجي بحسب دائما بحسب بطبق المعادله بيطلع الرقم 8.314 جول لكل كلفن لكل مول، بيطلع قيمه الار دائما على اعتبار انه الضغط بدي اعبر عنه في الباسكال، الحجم بالمتر المكعب، الان بالمول، التي بالكلفن. بشتغل عادي جدا، بطلع الار بوحدات الوحدات الدوليه جول لكل مول لكل كلفن. الان لو انا بدي اغير الضغط للغاز اللي قدامي، شيء طبيعي بدي اتغير الحجم بالمقابل، فصار عندي ضغط جديد حجم جديد. لو جيت طبقت المعادله مره ثانيه بيطلع نفس الار. لو انا رفعت درجه الحراره شيء طبيعي مقابل رفع الحراره بدي يتغير كل من البريشر والحجم. بالتالي لو اخذت الارقام الجديده قسمت مره ثانيه الار لن يتغير، بالتالي بجد انه يمكن الار هو الجاز يونيفرسال جاز كونستانت. وبالتالي بلاقي بسمي المعادله equation of state of an ideal gas، والغاز القيمه الاولى بالوحدات الدوليه جول لكل كلفن لكل مول، هاي بتهمنا هذا الثابت. والثابت الثاني ايضا اللي هو 82 بالالف اللي هو بستخدم بعبر عن الضغط بالاتموسفير بدل الوحدات الدوليه، الحجم باللتر لكل كلفن لكل مول، بيطلع قيمه الحس بتاعتي 82 بالالف بسمي الثابت العام للغازات بالوحدات الجديدة. لكن القيم الثانية حقيقة اليوم في موضوعنا بتهمناش كثير، قد تهم مواضيع أخرى موجودة عندي، يعني مش الكيمستري هون منهم، تقريبا في موضوعنا بنهتم بالثابتين الأولانيين فقط. طبعا في بتتذكروا 102 في فوائد كثير للمعادلة العامة للغازات المثالية بي في تساوي ان ار تي. اليوم مثلا أنا بعض الريليشن اليوسفول ريليشن لو أخذت عوضت محل
جبت البي على الجهة الثانية، يصبح عندكم بالحالة هاي، يصبح عندكم ان على في، والان انتم عارفين عدد المولات يحسب عن طريق كتلة المادة على المولر ماس على الحجم، صحيح؟ ولو ركبت المعادلة كتلة على الحجم هي رو كثافة الغاز على المولر ماس، طبعا من تحت ار في تي، اذا الضغط يساوي كثافة الغاز على ام في ار تي. ممتاز المعادلة هاي. يعني اليوم انا لو اعطيتك مثلا رتبت المعادله بالطريقه اللي مكتوبه هون، المولر ماس يساوي كثافه في ار في على بي. طبعا شيء طبيعي اليوم قلت لك بليز كان يو كالكوليت ذا مولر ماس اوف ذا انون جاز، تقول لي اعطيني كثافته واعطيني الار والتي والبي. اليوم لو اعطيتك الكثافه كيلو جرام لكل متر تكعيب، يعني اعطيتك الكثافه بالوحدات الدوليه اللي تستخدم الثابت 8.314 والتي والبرشر باسكال. طيب اليوم لو اعطيتك الجرام لكل مول، الكثافه جرام لكل مول، شيء طبيعي بالحاله هاي بدك تستخدم الار 82 بالالف تي كلفن بريشر في الاتموسفير، لانه الار داخله في اتموسفير، بتطلع عندك المولر ماس مباشره جرام لكل مول، لكن في الوحدات الدوليه ممكن تطلع عندك كيلو جرام لكل مول. شباب هاي المعادلتين ممكن يجي منها حسابات مهم جيدين. لاحظوا هنا مثلا بقول لي كالكوليت The average molar mass of air، بدنا نعتبر الهواء كأنه غاز واحد. متوسط الوزن الجزيئي للغاز average molar mass عند درجة الصفر للغاز، احسب لي المولر ماس لهذا الهواء، بدي أعطيه كثافته بالوحدات الدولية كيلو جرام لكل متر تكعيب. بطبق المعادلة، الكثافة كيلو جرام لكل متر تكعيب، الـ R 8.14 كلفن، والبرشر لا تنسوا في الباسكال، في مثلنا اليوم في الباسكال بالحالة هاي، بكون هو طبعا سي ليفل، بقول لي الواحد اتموسفير يعادل كذا باسكال، شايفين انا بكون عارف العلاقة، حطيت بس حطيت الضغط مش في الاتموسفير باسكال. لما عوضت الارقام طلع معي الجواب مباشرة كيلو جرام لكل مول، لكن في النهاية بجد انه بضرب في الف بتحول 28.9 جرام لكل مول، هو الافرج مولر ماس للاير من سطح البحر مباشرة. طبقت المعادلة وحسبت الانول مولر ماس، قد يكون احسب لي الانول دنسيتي، ممكن يعطيك المواد يقول له احسب لي كثافة الغاز بتطبيق المعادلة، نفس المعادلة الموجودة عندي. اذا شباب بنكون احنا حقيقة اليوم يعني قطعنا حوالي اكثر من نص ساعة في محاضرة اليوم، وهي انترودكشن تقريبا لمعلومات معظمها قد يكون مر معانا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى بنكون وصلنا عند البيج 5 والعنوان 1.9 كانت ثيوري اوف ان ايديال جازز، بنتكلم على هذا العنوان المرة بإذن الله تعالى المرة الجاي، وبنشوفكم إن شاء الله. تابعوا دائما إعلانات الإي ليرنينج مشان نمشي أول بأول بشكل صحيح. نراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.